تسببت مغنية الراي سمية عضوة الفرقة الثنائية سمو مادينا في حادثة سير خطيرة مساء أمس الأربعاء، خلفت إصابة شاب بجروح متفاوتة الخطورة، نقل على إثرها للمستشفى. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة فإن الحادثة وقعت بكورنيش مدينة طنجة، حيث كانت المغنية تقود سيارتها بسرعة كبيرة ودهست شابا كان يحاول قطع الطريق وأصيب بجروح بليغة. وأظهر الفيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تجمهر العديد من المواطنين حول سيارة المغنية لوقت فيه اكتفت هذه الأخيرة بالتزام الصمت والحديث مع أحد معارفها في انتظار وصول سيارة الإسعاف. هذا وتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المستشفى حيث يتواجد بقسم الإنعاش نظرا لحالته الخطيرة. يشار أن الفرقة الثنائية سمو مادينا اشتهرت في الآونة الأخيرة وأثارت جدلا واسعا في السنتين الأخيرتين بعدما أصدرت بعض أغاني الراي عن طريق الفيديو كليب اعتمدتا على أسلوب الإثارة والبوز المشاهد. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.